قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فأنى لعاقل يا عباد الله يبدد الوقت الشريف متعطلا، ويمزق الزمن النفيس متبطلا، فذاك الذي أضاع الفرص فباء بالغصص، واستلزم المقت والنغص. فيا من هم في منفسح الفراغ، ألا من ضنين بأوقاته وساعاته، ألا من معتبر بفوات شهوره وسنواته، ألا من مدكر بمرور أيامه ولحظاته. مرت سنون بالسعادة والهنا، فكأنها من حسنها أيام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. يشهد لذلك أكمل الهدي، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أوقاته خير مثال يقتدى، وترويحه أزكى دليل يحتذى، توسطًا واعتدالًا وسمواً وكمالًا. فقد كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أظهر الناس حزمًا ولطفًا، وأوفاهم أنسًا وعطفًا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بهدي نبيكم، واقتفوا سنته صلى الله عليه وسلم، واعتزوا بإيمانكم وتوحيدكم وهويتكم. سددوا وقاربوا، تصافوا وتصالحوا، تراحموا وتسامحوا، أبشروا وأملوا وتفاءلوا، توفقوا وتفوزوا، وتغنموا وتفلحوا وتنعموا. قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول هذا القول من غير حول لي ولا طول، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم.